ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وفي المساء دخلت دنيا وهي لابسة فستان ذهبي قصير بيظهر اغلب جسمها مع عقد الماس وميك اب مناسب. دخلت وهي بتمشي كسيدة اعمال تليق بان تكون حرم قاسم مهران، وهي دي الرسالة اللي حابة توصلها، ولكن ما تعرفش ان القلب وما يهوى وزير النساء وقع خلاص في حب طفلة ومفيش مفر منه. وقفت قصاد نوال وهي بتتكلم بإتيكيت وبتقول: مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا دنيا، عاملة ايه؟ الحمد لله. وفضلت الدنيا تتكلم مع نوال لحد ما اشرق وشها وهي شايفة قاسم جاي قصادها وهو غاضب، فالواضح ان جودي بتكدر عليه صفو حياته وكده سهلت مهمتها. فبصل لها قاسم بضيق، ولكن فكر شوية وقرر يتلاعب بحبيبته وقطع وصل تفكيره صوت كعب عالي على السلم، فرفع وشه ووقعت عينيه على حبيبته الصغيرة اللي هتوقف قلبه من شدة حبها، وهي لابسة فستان نبيتي طويل كاشف عن دراعيها وشعرها البني الجميل بتمويكته اللي بيعشقها، ففتنته بجمالها ونسي غضبه منها ونسي ان دلوقتي بالنسبة لها غريب بسبب فقدانها المؤقت للذاكرة، واتجه اليها عشان يمسك ايديها وهي بتبتسم له. ففرح قاسم وبقى بيتسائل في نفسه: هل رجعت لها الذاكرة ولا ايه؟ وهي لحظة واتصدمت عينيه بغضب وهو شايفها بتتخطاه وبتتجه ناحية يامن اللي واقف وراه، فهب بكل غضب وحقد العالم ومسكه من هدومه ورفعه عن الأرض وقال: الواد ده ايه اللي جابه هنا ودخل بيتي ازاي؟ نوال وهي بتهدي الموقف قالت: جودي طلبت نعزمه هو كمان يا قاسم، سيبه. أسيبه؟ أسيب مين؟ ده أنا هموته في إيدي ومش هاخد فيه يوم سجن. واتلخبطت جودي وقالت: لو سمحت يا قاسم سيبه. استغرب قاسم ورفع حجبه باستنكار وقال: قاسم أمال فين يا كابتن ويا أستاذ؟ ده أنا حتى أكبر منك وغريب عنك ولا إيه؟ اتصدمت جودي بعد ما أدركت خطأها وقالت: أنا مش عارفة إن كنت أكبر مني ولا لأ، وهم بيقولوا لك قاسم فقلت زيهم يعني. وبعدين خلاص يا أستاذ قاسم، حلو كده؟ برضو أنا عايز أعرف الحيوان ده دخل بيتي إزاي؟ بس ما تقولش حيوان. وبعدين إيه؟ جاي أزور خطيبتي، ولو مش مرحب بيا هنا خلاص سيبها ترجع بيتها عشان أقدر أزورها براحتي. بصر له بغضب ووشه بيتلون باللون الأحمر من شدة اندفاع الدماء لراسه، فإزاي بيتجرأ ويطلب منه إنه يسيب حبيبته تمشي من بيته وترجع لبيتها مع مها عشان يتردد عليها هو باستمرار بخطوبته ويتغزل فيها ويبص لجسمها اللي ملكه وحده وكان هينقض عليه ويضربه أكتر، ولكن وقفوا صوت والدته ومها اللي طلعوه من غضبه وبص لمها وقال: مها عايزك ثواني. راحت له مها ووقفوا قصاد حمام السباحة، فاتكلم قاسم وقال: مها في حاجة غريبة. ايه؟ ازاي جودي لما فاقت من الوقعة ما استغربتش انها لابسة دبلتي؟ لا، ما هي كانت قلعتها يوم ما رجعت من عندك، لما يوم يعني. مفهوم مفهوم، خلاص يا مها شكرا، تقدري تدخلي. مشيت مها من قصاده وهي الأول مرة بتشفق عليه وعلي بتعمله جودي فيه. وبعد شوية دخل عادل
واتكلم بهزار وقال اهلا بالبيه اللي عامل عريس وسايب الشغل كله على عادل الغلبان. عريس قوي. في ايه يا قاسم مالك؟ هتجنن هتجنن خلاص، وحشتني قوي. انت متخيل حبيبتي قدامي ومش قادر اقرب منها واخدها في حضني؟ لا وهي مراتي وفي بيتي، هتجنن، مش قادر اتنفس، مش قادر يا عادل، ومش عارف اعمل ايه. عايز اروح اجري عليها واخدها في حضني واصرخ فيها واقول لها انت مراتي يا متخلفة. طب اهدى اهدى، انا مش متخيل ان الوضع وصل بيك لكده، اهدى بس. اتنفس قاسم بقوة وكمل كلامه بغيظ وقال وكله كوم، والراجل اللي اسمه أبويا ده كوم تاني خالص، ده واخدني تريقته بقاله يومين. انت هتقولي ده معلي الدماغ جامد اليومين دول، تعال ندخل جوه. ودخلوا الاتنين ولقوا الجميع متوجهين لطاولة الطعام، فقعدوا بصمت وقعد الدنيا جنب قاسم بسرعة اللي بص لها بغضب لأنها أساس كل اللي بيحصل، ولكن اتبدل الغضب لاستمتاع وهو شايف نظرات حبيبته الحارقة ليها، فشك في أمرها إنها مش فقد الذاكرة، ولكن استمتاع ومدى مش كتير وهو شايفها بتتوجه للجلوس جنب يامن. وكان العشاء كارثي بكل معنى الكلمة، فقاسم قابض على يده طول الوقت من يامن اللي بيحاول أكتر من مرة يدلع حبيبته ومراته قصاده، ولكن مها تتدارك الموقف وبتقطع عليه اللي بيحصل. وجودي اللي كانت على وشك انها تنط على دنيا وتكسر راسها لانها بتتعمد تلتصق في قاسم راجلها الاول، اما عادل فبيدعي ربنا ان يمر العشاء المخيف ده بدون فقد اي ارواح. اما الثنائي الوحيد اللي مستمتع في العشاء ده كان والد ووالدة قاسم، وهم بيجاهدوا لمنع ضحكتهم. وبعد العشاء قام الجميع فبصت مها تجاه جودي وهي بتغمز لها كإشارة عشان تبدأ في تنفيذ اللي اتفقوا عليه، فقربت جودي من يامن وقالت بصوت ناعم يامن عايزة أكلم صاحبتي وفوني فصل شحن. ووافق يامن وكان الحظ حالفهم، ففي دقايق أخدت منه التليفون وبعتت رسالة لدنيا إنهم انكشف أمرهم ولازم يتكلموا وإلا هيبرأ نفسه من كل شيء، وإنه هيرمي كل التهم عليها عشان ما يخسرش جودي حبيبته تحت أي ظروف. فاتكلمت جودي بارتباك وقالت لمها تفتكري هتنجح خطتنا؟ يا بنتي ما تقلقيش، أقله مش هنخسر حاجة، أنا متأكدة أن الواد يامن هو اللي عمل كل ده. على فكرة بقى الدنيا خيش وقشي وكرنيش، ولا مخ ولا بزنس ومن ولا زفت، هي بس منفوخة بفلوس أبوها. الصراحة منفوخة قوي، كمية سيليكون رهيبة. شفتيها؟ كنت هموت، باينة قوي. خلينا في الوكسة اللي احنا فيها، هنتنيل على عين أهالينا نعمل ايه؟ بصي هي دلوقتي هتروح تجري تقابله، انتي مش عايزة تكتشفي الحقيقة ولا انتي استحلتي اللعبة ولا ايه؟ الصراحة يا مفترية حرام عليكي، الراجل استوى ومن مين؟ من عيلة ما تجيش ربع طوله. وبعدين خلي بالك يا اختي الرجالة بتزهق بسرعة، مش عايزين نطير الراجل من ايدينا. وثواني ولمحت جودي دنيا وهي بتتسحب بهدوء للحديقة الخلفية فقالت ما ايه بصي هو ده يلا وانا هجيب قاسم وباقي العيلة واجي وراكي. فمشيت مها وتوجهت جودي بسرعة ورا دنيا عشان تتابع اللي بيحصل من قريب وتتأكد من براءة حبيبها. وفي الحديقة الخلفية للفيلا وقف يامن يستنى جودي زي ما أوهمته إنها عايزة هناك، فلقي دنيا واقفة قصاده بغضب وهي بتقول أنت تهبلت؟ عايز تلبسني أنا الليلة وتخلع أنت بست الحسن والجمال بتاعتك؟ لا بقولك إيه، أنا ساعة الجد هلبسك أنت الليلة مش أنا اللي هلبسها، أنت فاهم؟ انتي بتقولي ايه؟ ليلة ايه اللي هتلبسيها لي؟ انا مش فاهم حاجة. واد انت هتصيع عليا؟ ما حدش موجود معانا، بطل تمثيل، لو هتلبسني الليلة زي ما بتقول
هروح واقول لحبيبتي القلب انك انت اللي مخطط لكل حاجة من الاول، وانت اللي خلتني اخده معايا للبيت. بس يا متخلفة، هما ما شوفوهمش وهما بيسرقوا، شوفوهم وهما بيتحاسبوا. مش انت اللي بعت لي رسالة الغبية دي؟ عايزني رسالة ايه؟ قال كده بذكاء وهو بيربط الخيوط بسرعة بقى، فقال الدنيا اهو اتفضل. اخد منها التليفون وهو بيفتكر لما جودي طلبت منه موبايله، وكمان افتكر لما قالت له انها مستنية هنا وما جتش، فغمض عينيه وهو بيجز على اسنانه بغضب وسب نفسه بكل لغات العالم، لانه اتأكد انه اتكشف امره، وفتح عينيه بغضب وقال يلا نتكلم في حتة تانية بسرعة. دنيا بعناد وغباء، انا مش متحركة من هنا غير لما افهم في ايه. انت فاكرني هضحي بقاسم كده بسهولة، وانت تاخد البتاعة بتاعتك دي وتتهنى بيها، واخسر انا قاسم؟ لا والله، عليا وعلى اعدائي، وهروح اعرفها انه جه معايا عشان بابا. قطعها وهو بيحط ايده على بقها عشان يسكتها، وقال وهو بيهزها بعنف بس يا غبية هتفضحينا، تعالي هنتكلم في مكان تاني لحسن يسمعونا. وهنا وخرجت جودي من مكانها اللي مستخبية فيه وقالت بس انا سمعتك يا يامن، ليه كده تعمل معايا كده؟ ليه تعذبني؟ ليه خلتني اجرب افظع احساس في الدنيا؟ ليه؟ قالت كده بصراخ وهي بتبكي. فاتكلم يامن بنفس القوة والصراخ وقال عشان بحبك، عشان بحبك من زمان، عشانك ضيعت سنتين من عمري، عشان بس ابقى معاك في نفس السنة، وعشان نبقى في نفس السنتر اشاركك في كل حاجة. عمري ما صاحبت اي بنت غيرك، عايزك ليا معايا. وانتي انتي عملتي ايه في المقابل؟ روحتي حبيتي زير النساء قاسم مهران اكبر منك ب13 سنة، انتي متخيلة؟ من ساعة ما دخل حياتك وحياتي اتشقلبت، مستقبلي بيتدمر قدامي وانا واقف متكتف مش عارف اعمل حاجة. لا وكمان البيت امر انك تبعدي عني، تقومي تنفذي على طول وتبعدي، ما تعرفيش انه مش بمزاجك، لو مش ليا مش هتبقي لحد، كان لازم اكسره واكسرك عشان ترجعي لي تاني، عشان ما يبقاش قدامك غيري. مش هسمح ان حاجة انا معتبرها ليا تتاخد مني ابدا، وانا معتبرك من زمان ملكي، ما ينفعش حد ياخدك ابدا. ولحظتها حس باللي وراه وبيهزه بايده، فاستدار وفي نفس اللحظة اخد لكمة عنيفة من قاسم اللي اتكلم بغضب وقال دي عشان قلت انها ملكك، وهي ملك الواحد بس قاسم مهران. فبصله يامن بغضب واتكلم قاسم اما بالنسبة للي عملته فتعالى، وما تكلمش بلسانه، انما ايده هي اللي اتكلمت، وفضل يضربه بقوة وعنف، والجميع واقف بيبصوا بصدمة بدون ما حد يتجرأ انه يقرب. ولكن اتكلم مجدي بحزم وقال قاسم سيبه خلاص، ده لسه عيل صغير مش هيستحملك. ليه؟ ما هو راجل وبيخطب وعايز يتجوز. زاد غله اول ما افتكر الفكرة دي، فضربه اكتر وقال بيخطب مراتي البجح الوسخ، وحياة امي ما هسيبه. شهقت معها وقالت ده طلع بيئة وبيقول الفاظ، امال عامل لنا فيها ابن بارم ديله ليه؟ بص لها مجدي ونوال بغضب فقالت مساء الخير يا جماعة، معايا شهادة معاملة اطفال. فالتفت مجدي لقاسم وقال بقوة المرة دي سيبه بقى يا قاسم. وجه الأمن وهو بيجري، فقال مجدي خد الواد ده ارميه برا، سيبه يا قاسم خلاص. ولكن قاسم في عالم تاني، فاتكلم مجدي خده من تحت ايده بسرعة واطلب له الاسعاف، ده روح برضو يا ابني. وبصعوبة كبيرة خرج الأمن يامن من تحت ايد قاسم وهو مكسر من كل جانب، وبعدها طلب له الاسعاف زي ما امر مجدي. ولحظتها بص الدنيا اللي كانت واقفة وكأن حد كب عليها جرد المية من هول الموقف وانه انكشف امرها وقصاد الجميع، فقال مجدي
وانتي اتفضلي من غير ما ترد. اتحركت بصعوبة من شدة الإحراج، فوقفها قاسم وقال بصوت يشبه فحيح التعبين: أنا هعلمك إزاي تفكري تلعبي معايا. قولي لأبوكي يستعد عشان هيعلن إفلاسه قريب، وانتي مش هتلاقي حتى كشك سجاير يرضى يشغلك. بصت له بخوف وجريت بسرعة، وهي بتلعن حظها وغرورها وتفكيرها الغبي اللي ضيع قاسم منها للأبد. وبنروح لجودي اللي كانت واقفة ما بينهم، وهي حاسة بفرحة فظيعة، فحبيبها ما خانهاش وما كانش بيكذب، وكل حاجة كانت لعبة قذرة وقع فيها وهي وقعت وراه، وبتحمد ربنا انه ارغمها على الزواج وبقت لي لانه عشقها وراجلها الوحيد، وكان قد كلمته لما قال انه اكتفى بيها عن جنس حواء كله. وفضلت واقفة وعلى وشها ابتسامة بلهاء كبيرة. اما هو بعد ما مشيت الحرباية دنيا التفت لها وهو بيقرب منها بخطوات بطيئة، وبيعدل ساعته اللي في ايده وبيبص لها واتكلم وقال: وانت يا حرم المصون، ايه الذاكرة المفقودة رجعت لك؟ اتسعت عينيها وفتحت بقها فكانت بريئة ولذيذة جدا جدا، ووضعت ايدها تلقائيا على راسها، فقال قاسم: ايه رجعت لك الذاكرة فجأة؟ اصل على فوق يا جودي. جريت بسرعة وكأنها طفلة معاقبة، فالتفت لمها وهو بيفتح دراعه وقال: اهلا اهلا بمها هانم الرأس المدبر. بصت له بعيون متسعة وقالت: انا بص ايه، كنت عارفة كل حاجة من اول يوم وسايباني عمال الف حوالين نفسي، وانت متفقة معها؟ سيادة المستشار الحقني ابوس ايديك. اتصدم قاسم وقال: اهلا ابويا كمان مشترك معاكي، وانت يا ماما يا ترى مشتركة معهم ولا لا؟ عارفة كل حاجة من اول يوم. والتفت قاسم لعادل اللي رفع ايده باستسلام وقال: وعهد الله ما اعرف حاجة، انا زيك. واتكلم مجدي بثقة وفخامة وقال: لا صدقوا وانا معقول يعني اعرفوا حاجة؟ ده بقه في ودنك. قرب قاسم منهم بغضب وقال: بقى تعملوا فيا كده؟ تسيبوني متعذب ومتبهدل وتشتركوا معاها كمان ضدي؟ كان لازم تتربى وتتعلم الادب عشان تسيب السكة اللي كنت ماشي فيها دي، لازم تتعدل عشان ربنا يكرمك، ولا فاكر انك مش هتتعاقب على افعالك الزبالة وسهراتك ونزواتك؟ احمد ربنا ان عقابك كان كده بس، وتعدل واتقي الله وخاف منه. بص له قاسم بغضب وتوجه للداخل وهو بيفكر ايه هيعمل في جودي اللي نجحت وخدعته وكمان اتفق معها والديه، وهو مستغرب رفضهم ليها في السابق، فازاي حصل التحالف العظيم ده ضده، وبيعترف في نفسه انه فعلا ارتكب معاصي كتير وكان محتاج قرصة ودن عشان يفوق منها، ولكن يعلم الله انه ابتعد عن كل ده من وقت ما وقع في حب الصغيرة دي، وتأكد لحظتها ان كل المتاعب دي كانت رسالة من ربنا عشان يتعدل ويستقيم. ورغم اقراره بكل ده الا انه اتكلم باصرار وقال: برضو مش هسيبك يا جودي هانم، وهعلمك الادب. بقى قاسم مهران يضحك عليه من شوية عيال. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ واكتبولي تحت في الكومنتات ايه توقعاتكم للحلقة الجاية، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك، هي مجرد ضغطة زر لكن بتفرق معايا جدا. ولو انت مش مشترك في القناة اتمنى تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.